احتفت جامعة الإمارات العربية بتخريج أول دفعة من خريجات تخصص التربية في الصحة والتربية البدنية، وذلك ضمن تخصصات كلية التربية، بهدف إعداد جيل مؤهل من مدرسات التربية الرياضية المواطنات، تلك الكوادر والكفاءات التي باتت حاجة وطنية ضرورية يفتقدها الميدان التربوي. هذا فخر لنا، وأيضا دعم يدل دعم قيادتنا الرشيدة على المرأة الإماراتية في كل المجالات، والتركيز أيضا على المجال الرياضي الصحي الذي بدوره يساهم في تعزيز من المجتمع وإخراج أيضا جيل مميز صحيا اجتماعيا وجسديا وغيره. فخورة جدا اليوم في كلية التربية بأننا نحتفي بتكريم الدفعة الأولى من خريجاتنا بناتنا في قسم التربية الرياضية بالشراكة مع أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، التي حرصت الكلية حقيقة على بناء علاقة استراتيجية، كون هذه الأكاديمية أحد الشركاء الاستراتيجيين لكلية التربية. 9 خريجات هذه الدفعة الأولى تم إعدادها الإعداد الجيد والمناسب بجهود مشتركة بين جامعة الإمارات وأكاديمية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية. نحن سعداء اليوم بيتم تخريج أول دفعة في هذا التخصص، ونتمنى جميع التوفيق لجميع الفتيات في مسيرتهن الرياضية القادمة. طموحنا إن شاء الله أن احنا نلتقي بالرياضة الإماراتية ونحقق المستحيل في هذه الدولة اللي هي دولة لا مستحيل إن شاء الله، ونفخر بدعم الشيخة فاطمة لا محدود لنا، ونفخر أن احنا من أول الدفعات في الرياضة في قسم التربية الرياضية في جامعة الإمارات. جامعة الإمارات تمتلك كافة المختبرات والمنشآت الرياضية بمواصفات عالية، مما ساهم في توفير فرص التدريب والتأهيل البدني للطالبات، إضافة للكوادر التدريسية المؤهلين في التربية الرياضية. هذه الدفعة الأولى من الخريجات ثمرة من ثمار الجهود الجبارة لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل النسائي بالدولة، فبدعم سموها وتشجيعها ورعايتها للمرأة مكنتها من أن تكون جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع الذي لا يتوقف طموح أبنائه عند أي حدود. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، عبد الرحمن رفيع، مدينة العين، جامعة الإمارات.